تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلنت وزارة الإسكان استمرار الوزارة بتوزيع وحدات حي الجليعة بمدينة شرق الحد على المستفيدين. أعيادنا الوطنية عامرة بالفرح، فجاءت التوزيعات الإسكانية التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء لتتوج هذه الأفراح، حيث تستمر وزارة الإسكان بتوزيع 5000 وحدة سكنية على المواطنين لتؤكد على اهتمام الحكومة الموقرة بالمشاريع الإسكانية، خصوصا وإن مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل للبلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40000 وحدة سكنية. أوامر بتسريع تسليم وحداتنا سكنية، وهذه خطوة مباركة أسعدت وأدخلت السعادة على قلوب كثير من الشعوب البحريني الذي طال انتظاره لهذه الوحدات، وما شاء الله المشروع جميل جدا وواسع ورحب، في مساحات خضراء، في مساحات للعب قريب من البحر، إن شاء الله ما شاء الله يلبي احتياجات الأسرة البحرينية في الوضع الحالي. نهنئ القيادة الحكيمة وعلى رأسهم جلالة الملك ولي العهد واشكرهم على جهودهم والتسريع في تسليم الوحدات السكنية، والأمور كانت جدا سلسة، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. العمل المتسارع في تنفيذ هذا المشروع حتى الآن يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمشاريع مدن البحرين الجديدة بشكل عام ومدينة شرق الحد بشكل خاص، بهدف تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتسريع تلبية الطلبات الإسكانية. أشكر الحكومة الرشيدة حكومة وشعبا، وبهالمناسبة مناسبة العيد الوطني استلامنا البيت، هاي شيء طيب وشكرا للجميع. يعني القيادة الرشيدة بمناسبة العيد الوطني ونشكرهم على سرعة التسريع بالوحدات السكنية، ومستانسين وصار عندنا العيد عيدين. توزيعات حي الجليعة مستمرة، خصوصا وإنها تمثل أولى المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة سكنية، حيث تستقبل الوزارة المستفيدين على دفعات متتالية بصورة منظمة، على اعتبار أن الوحدات التي يتم توزيعها بحي الجليعة اكتملت نسب الإنجاز بها على صعيد الأعمال الإنشائية والبنية التحتية. تأتي توزيعات حي الجليعة بمشروع شرق الحد لتؤكد على حرص القيادة الحكيمة على رسم الابتسامة على محيا المواطنين المنتفعين بمناسبة الأعياد الوطنية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.